الدنيا وين راح السمك كله؟ ايه هلا اكتر صيدنا سمك المواسطة والسرغوس. لك 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 وهالقناديل شو كترانة، ما حدا بينزل حتى يسبح الا وبيطلع معاوص. شو عم يصير بالدنيا؟ ياي ياي سلطان، شو هالسلطان؟ بحياتي ما شايف هيك سمكة. أنا السلطان إبراهيم، سلطان البحر وسيده. البحر إلنا والرزق من عنا، حتى منه تستفيدوا. يا صياد، اليوم ما في صيد. ما في صيد؟ كيف ما في صيد؟ بارح جارنا أبو جميل جمع ما فتح ورزق من ورا السمك. هيدا جارك هالمجرم؟ وعمل مجزرة بدرب تربية حرق الأخضر واليابس وتقطعت أصابعه. شو عمل؟ دار حاله ودارنا وغيره من الصيادين. شو عم ما يعملوا؟ بيرموا هالشبك أو الطعم المشبع برصاص وبيسمموا كل مين بالبحر. طيب أنا مثل ما شايف، شو ذنبه؟ ذنبك إنك من هالناس. ما عاجبينك الناس يا سلطان؟ وقت ما الإنسان بيطلع من جلده بيصير أناني، ما يفكر بحدا، ما بيقعد بيعجبني، لأنه ما بيقعد يصدر منه إلا الأذى والدمار. يا عم خبرنا شو عم يصير؟ رح أشرح لك، بس بتوعدني إنك تساعدنا. اتفقنا. يا سلطان يا سلطان، شو فيه يا نجمة البحر؟ وقع علينا من فوق رتم كبير كبير وطمر كل اللي بمنطقتنا. ما بقي فيه لا مرجان ولا محار ولا بيض للسمك، كل شي اندفن تحت الردم. أما تسمع يا صياد وبتقول ليش ما في سمك؟ شايف هيدا عمل البشر. ايه هيدا صار بمنطقة صغيرة والبحر كبير وواسع. واسع وكبير صحيح، بس ما في محل الا لحق التلوث. من وين بدي بلش؟ من المجاري اللي بتصب بالبحر، او اللي بتمشي بالنار حتى ترجع البحر، او من المعامل والمصانع اللي بترمي السموم والمواد الكيماوية. سامع فيها هيدي كيماوية؟ هيدا كله عم يقتلنا ويسممكن. ما عم تسمع الأطفال اللي عم يصير عندهم ضعف بالنمو العصبي، أو اللي عم يخف عندهم نسبة الذكاء؟ أها، وأنا أقول ليش هالصغير عنده مش طالع ذكي مثل أخوته؟ ليش هالكيماوي اللي بترشوها على الزرع ما بتعرف شو بتعمل؟ بتقتل الحشرات اللي بتضر الزرع. بس بتقتل الحشرات اللي بتضر الزرع؟ بتعرف انها بتنخلط مع مياه الشتاء بتتسرب على مياهكم الجوفية، او بتجف السيول بتلوث النهر بتصب البحر. هيدا كله عم يقتل خير النهر والبحر ويسممنا ويسممكم معنا، وكلكم والزيوت اللي بتطوف على وجه الميكم بتموت خير البحر وبتسمم طيوره. صحيح، ما عادت شفت طيور النوراس. ليك يا صياد، رح خليك تسمع سمكة هربت من النهر، فكرت البحر أحسن. اسمع قصتها شوف بعينك. يا سلموني يا سلموني. نعم يا سلطان. خبر الصياد قصتك. قصتي؟ ليش في حدا ما بيعرف قصتي؟ أنا من نهر الغدير، حد المريج إذا بتسمع فيه. هيدا صار مقبرة لحيوانات ونباتات النهر، ومجرور لوسخ البيوت والمعامل. كترة البيوت والمعامل وكترة المجرير والسموم، مواد غريبة عجيبة سممت كل ولادي ورفقاتي والبيض المخبى بين الطحالب وكل الأنهار اللي حقها الدارها. هربت على البحر قلت هون أحسن، طلعت كل المجرير صب عطول الخط، وأنا مثل ما شايف مريضة. ولو هالإنسان ما بيعرف يدبر أموره من دون ما يأذي غيره؟ شو غبي هالإنسان؟ ما بيخاف على حاله؟ شو اللي عم بيموج من بعيد؟ آخ آخ، رح بختنق. شو صار؟ آخ ما بعرف، بس كنت حد مصب النهر وحسيت بشي سخن مثل النار دفق علينا، وما عرفت كيف خلصت حالي وصرت هون. بس أكيد كل اللي بقيوا اختنقوا وماتوا. معقول؟
معقوله نص، لأن المي السخنة اللي بتجي من المعامل والمحطات بتقلل منسوب الأكسجين بالنهر والبحر، علشان هيك بتموت الحيوانات والنباتات. شو هالناس؟ كتير عم يأذونا. وقت الضحك يا قنديل، ما عم تسمع شو عم يقول؟ أنا كتير مبسوط، أنا بأحلى حالاتي. وشو اللي باسطك هالقد؟ سحبوا كل الرمل يلي عالشط، يعني ما بقى في مكان لبيض السلاحف. ما عاد تخاف لا على حالي ولا أولادي، وهالخمسين عفن اللي بعدهم بالبحر كيس النايلون اللي بترميها العالم، بتفكر السلح في عنديل تاكله وبتغوص وبتموت. عم اقول لي عم تكتر القناديل بالبحر، يا حرام، ما حدا بينزل حتى يسبح الا وبيطلعوا معقوص. شو رايك باللي سمعته يا صياد؟ طلعت اذكى مني بكتير يا سلطان. مش اذكى يا صياد، بس بعرف شو عم يصير، وانت لما بتعرف عندك القدرة انك تغير وتصلح وتعلم غيرك شو لازم يعمل. وعدني انك تشتغل من اجل سلامة هالارض، والا ما رح يبقى حدا لا منا ولا منكم.